أهلا بكم. أعلنت السلطات المالية الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية وشخصين إيرانيين لمدة 6 أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية في إجراء متصل بخطة اعتداء في 30 حزيران الماضي وتم إحباطها على تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قرب العاصمة الفرنسية باريس. مصدر دبلوماسي فرنسي أبلغ وكالة فرانس بريس بأن تحقيقا طويلا دقيقا ومفصلا للأجهزة الفرنسية أتاح التوصل بوضوح ودون أي لبس إلى تحميل وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء. طهران من جهتها نفت في بيان لخارجيتها تورطها في هذا الأمر. لمناقشة هذا التطور وتداعياته المحتملة معنا في النصف الأول من ساعة حرة من باريس خطار أبو دياب الباحث في معهد الجغرافيا السياسية في باريس، ومن واشنطن حسن هاشميان الكاتب والباحث الإيراني، ومعنا طول الساعة في الاستوديو جيرمي هوج الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط. أبدأ من باريس مع ضيفنا خطار أبو دياب. أستاذ خطار، أهلا بك إلى ساعة حرة لهذا اليوم. هل تعتقد أن هذا التطور، هذا الموقف الفرنسي محصور بهذا الاعتداء، أم أنه سيتغير ويتجاوز هذا الحد ليدخل في قضايا أخرى تهم طهران؟ أحييكم وأحيي فريق العمل والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا. نعم، في الأصل هذا الموقف في مسألة العقوبات أو الإجراءات الفرنسية يتصل بتجرؤ إيران حسب الاتهامات الفرنسية لاستهداف الأراضي الفرنسية عبر محاولة اعتداء إرهابي أواخر يونيو وحزيران الماضي ضد تجمع للمعارضة الإيرانية، بيد أن الإعلان عن ذلك الأمر تزامن مع استهداف جمعية يعتقد أن لها صلة أيضا أمنية مع طهران، هي جمعية الزهراء في شمال فرنسا، وأيضا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى باريس وأعلان وزيرة الدفاع أن باريس تنتقد بقوة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأن التوسع الإيراني في الإقليم مبعث قلق. بمعنى أو بآخر، أنه بالرغم من دفاع باريس عن الاتفاق النووي عندها مواقف مبدئية حول الجوانب الأخرى من تصرفات إيران، إن كان على صعيد الصواريخ الباليستية أو السلوك في الإقليم أو السلوك في الخارج، عبر عنها عدة مرات واليوم تم التعبير عنها بصورة أكثر، تعطي الحق لنظرة الرئيس ترامب بأن إيران استفادت من التوقيع على الاتفاق النووي ليس لخدمة شعبها ومصالحه بل من أجل توسيع نشاطاتها، وهي التي كانت قد توقفت عن استهداف الساحات الخارجية منذ فترة على الأقل من الناحية النظرية. ثبت اليوم أنها من خلال وزارة تتبع من الناحية الهرمية للرئيس حسن روحاني يمكن أن تكون قد استهدفت فرنسا وأوروبا. نعم، أيضا أرحب بضيفنا في واشنطن حسن هاشميان الكاتب والباحث الإيراني. أستاذ حسن، أهلا بك أيضا إلى ساعة حرة لهذا اليوم. الموضوع كما يبدو يعني لديه 3 أضلاع أوروبية، ليس فقط فرنسا، يعني هناك بلجيكا وهناك ألمانيا. ألمانيا بموجب مذكرة إلقاء قبض أوروبية ألقت القبض على المشتبه بهم، بلجيكا تطالب ألمانيا التي وافقت على تسليمه إلى بلجيكا ليمثل أمام القضاء. يعني هذه الثلاثية الأوروبية إلى أي مدى يعني ستؤثر على علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي ومواقفه، وخاصة في إطار الملف النووي؟ نعم، تحية لكم ولضيوف الكرام ومشاهدين البرنامج. أنا أعتقد هناك ستكون تأثيرات كبيرة. تعرفون أن هناك كان لغاء
بين حسن روحاني وماكرون الرئيس الفرنسي، وهناك قسم كبير من هذا اللقاء كان مخصص لموضوع برنامج الإرهاب الإيراني، وخاصة العملية التي كشفت في فرنسا، وأيضا هناك قسم كبير كان لموضوع الصواريخ الإيرانية. وفي موازاة ذلك هناك انتقادات أيضا من ألمانيا ومن أنجيلا ميركل لبرنامج إيران الصاروخي. لذلك هناك ستكون تداعيات كبيرة، ولكن المهم بتقديري أنا أن حسن روحاني كما يبدو وعد ماكرون بعدم موضوع تجربة الصواريخ البالستية. تعرفون أن موضوع الصواريخ البالستية ومنذ 29 يناير 2018 إيران لم تقوم بتجربة صاروخية باليستية. الآن عندما تطلق هذه الصواريخ وبهذا المدى أكثر من 800 كيلومتر، يعني إيران خرقت التعهدات التي أعطتها للجانب الفرنسي، وأيضا هناك كان توجه قوي من الرئيس ترامب لهذا البرنامج. لذلك أنا أعتقد الآن الولايات المتحدة إضافة إلى المواقف الأوروبية تبحث عن رد مشترك بينها وبين الأوروبيين تجاه هذا الخرق الجديد. إيران لم تقوم بتجربة صاروخية فقط، بل استخدمت هذه الصواريخ بشكل عملي على الأراضي السورية. هذا يعتبر خرقا كبيرا أمام التعهدات التي قطعتها مع الأوروبيين، وأيضا أمام الولايات المتحدة وسياسة ترامب الجديدة. لذلك بتقديري أنا سيكون هناك ردا مشتركا من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تجاه هذا التحرك بهذا الشكل. أيضا في موضوع الإرهاب والعملية المكشوفة في باريس، سعيد هاشمي مقدم هو ضابط ومساعد وزير الاستخبارات الإيرانية الحالي، هو المتهم الرئيسي الآن في قضية ويل بانت وقضية موضوع ضرب المعارضة الإيرانية. لذلك الآن حكومة حسن روحاني في هذه الإطار هي في موضع الاتهام الفرنسي، لذلك عليها هناك أن تبحث أكثر وتقدم شيء أكثر لفرنسا، خاصة الآن هي بحاجة قوية لموضوع الانفتاح الأوروبي في الملف النووي، وخاصة العقوبات الاقتصادية. وهناك آلية الآن تبحث بين إيران وبين الأوروبيين حول انفتاح قنوات مالية للنظام الإيراني. لذلك عندما فرنسا توجه اتهام لسعيد هاشمي مقدم مساعد وزير الاستخبارات، وهو من جنرالات قاسم سليماني وفيلق الغوص، وهو مسؤول ومخطط عن اغتيالات في خارج إيران، لذلك هناك الوضع جدا حساس، وأنا أعتقد أن الفرنسيين لم يتراجعوا في هذا الموضوع ولديهم إصرار، وهناك ضغط كبير على حسن روحاني وحكومته. نعم، أيضا أرحب في الاستوديو بالسيد جيرمي هوج الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك. أهلا. إلى ساعة حرة لهذا اليوم. يعني سمعت ما تفضل به ضيفانا من باريس ومن واشنطن. نعم. يومان غير عاديين يمران على طهران، أمس قضية الصواريخ التي أطلقت على مواقع في سوريا، الجانب الأمريكي قال أنه لم يجري تنسيق مع التحالف الدولي. نعم. وبالتالي هذا يشكل خرق وتهديد للأطراف الموجودة في هذه المنطقة. نعم. اليوم يعني التصريح أيضا أمريكي بأن ما حصل يشكل تهديدا لأمن واستقرار ومواجهة داعش. نعم. في هذه المناطق، إضافة إلى الموضوع الفرنسي هذا اليوم، تجميد أموال وزارة وشخصين وانزعاج أوروبي من ما كشفه أو ما كشفته التحقيقات. نعم، أيوة صحيح. ويعني بالإضافة إلى كل ذلك، يعني علينا نذكر أن هذه العملية في باريس، يعني أنا باعتقادي يعني تمثل ركن من أركان سياسة إيران الخارجية، ويعني هي يعني محاولة لضغط على الدول الأوروبية والغربية وبشكل عام، والانتقام منها يعني رد على كثير من رد على نتيجة أو سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية يعني في دول الشرق الأوسط مثل سوريا والعراق. نذكر أن
في الحملة العسكرية الأخيرة يعني في إدلب التي لم تحصل يعني في الآخر بفضل المفاوضات بين روسيا وتركيا. يعني القوات الإيرانية لم تكن موجودة يعني بكثافة في هذه المعركة، وهذا كان بسبب يعني يعني الكتلة الإيرانية يعني في سوريا هي منتشرة في كثير من بقاع الأرض، يعني في الدرزو ورقة وإدلب. لا تستطيع إيران أن تقوم بكثير من العمليات العسكرية داخل سوريا، فأنا أعتقد أن هذا يعني محاولة لتضغط وتهاجم الدول الغربية يعني في أقري دارهم في الدول الأوروبية، لأنها يعني عاجزة عن تقوم بذلك يعني داخل سوريا والعراق. نذكر كمان أن يعني بعض الميليشيات الشيعية تبع لإيران في العراق قامت مؤخرا يعني بهجوم على القنصلية الأمريكية في بصرة. مثل يعني هذه العمليات سواء يعني خارج الشرق الأوسط وداخلها، أنا باعتقادي هي جزء من سياسة متكاملة وشاملة لدى إيران، يعني عدوان على الدول الغربية يعني في سوريا والعراق وغيرها من الدول. نعم، ما حصل اليوم من موقف فرنسي وبلجيكي وألماني، هل تعتقد أنه سيفتح الباب أوسع لموقف أمريكي أوروبي مشترك إزاء هذا الملف الإيراني؟ أيوة بالطبع. يعني كما نذكر ونعلم جميعا أن يعني الدول كان في يعني شرخ بين الدول الأوروبية من جهة وأمريكا من جهة أخرى يعني في أسلوب التعامل مع إيران وبالنسبة للاتفاقية النووية. أنا أعتقد أن يعني هذه العملية الأخيرة في باريس يعني تمثل يعني عبث يعني في من قبل السلطات الإيرانية التي هي نعم أنا أعتقد أن يعني هي عبث يعني من قبل السلطات الإيرانية التي هي يعني تستفز الدول الأوروبية يعني بدون سبب قوي. يعني هذا المسؤول عن هذه العملية قد تكون تبع لبعض السلطات الإيرانية مثل الحرس الثوري التي ليس لديها علاقة قوية مع السلطات الإيرانية يعني في الحكومة مثلا. يعني هناك فرق وشرخ كبير بين السلطات المدنية والعسكرية في إيران. ممكن يعني كانت يعني هذه العملية يعني يعني المسؤول عنها كانت يعني تبع للسلطات العسكرية التي هي تحاول أن تعدي أمريكا والدول الغربية أكثر بكثير من السلطات المدنية في البلد. نعم دكتور خطار، وباختصار لو سمحت، يعني الملاحظة التي تسجلها أوروبا هذه المرة هو استخدام غير سليم لقضايا عنف وإرهاب للدبلوماسية، والنقطة الثانية هي قضية استخدام أيضا آخر لمراكز تحت غطاء ديني لأمور أخرى. يعني عمليات الدهم التي تمت جرى خلالها اعتقال وكمت اكتشاف أسلحة وأموال وأمور كثيرة، وأرجو التفضل على هذه الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونواصل هذه الحلقة من ساعة حرة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى القسم الثاني من ساعة حرة لهذا اليوم. يعني للأسف الاتصال غير دقيق مع السيد خطار أبو دياب. أوجه ذات السؤال لضيفنا في واشنطن دكتور حسن هاشميان، يعني ألا يشكل هذا حرجا كبيرا للرئيس روحاني، للقيادة الإيرانية، أن تحقيقات أوروبية دقيقة كما وصفها دبلوماسي فرنسي تؤدي إلى أن أناس في السلك الدبلوماسي، يعني الرجل هو مستشار ثالث في السفارة الإيرانية في فيينا، واستخدام أيضا لمراكز إسلامية لقضايا ذات طابع إرهابي عنفي؟ يعني أنا أعتقد عندما تكشف أمور مثل هذه طبعا ستؤثر بالعلاقة الإيرانية الأوروبية، وتعرفون أن في هذه الآونة إيران تحتاج جدا إلى العلاقة مع أوروبا والاحتفاظ بالاتفاقية النووية والاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الإيراني وما شابه ذلك. ولكن أنا أعتقد أن روحاني هو من ضمن المجموعة الإرهابية التي تخطط لهذه الأعمال، وروحاني هو لديه سوابق في هذه المسائل من موضوع ميكونوس واغتيال قادة المعارضة إلى اغتيالات أخرى، إلى اغتيالات الأخيرة التي وقعت في أوروبا وخاصة في هولندا، وهناك كان معارض أهوازي تم اغتياله. أنا أعتقد أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وبعلم حسن روحاني متورطة في هذه القضايا، وربما إذا حصل هذا الهجوم على المعارضة في باريس وفي منطقة ويلبانت على مجاهدي خلق، طبعا سيقولون أن كما قالوا في الاغتيالات الأخرى هناك مثلا انقسام داخلي وهناك معارك داخلية في مجاهدين خالق وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد حسن روحاني هو من ضمن هذه المجموعة التي تخطط إلى هذه الأعمال الإرهابية، ولكن لم يكن في حسبانه أن هذه القضية تنكشف بهذا الشكل، ولم يكن في حسبانه أن فرنسا تأخذ وأيضا باقي الدول الأوروبية التي متورطة مثلا بلجيكا التي تم اعتقال المنفذين على أراضيها وأيضا ألمانيا التي اعتقلت الدبلوماسي الإيراني، تتخذ هذه المواقف تجاه النظام الإيراني وتجاه حكومة حسن روحاني. هذا لم يكن في حسبانهم، لذلك هذا هو يشكل حرج كبير الآن، وخاصة الآن إيران تريد تخرج من عنق الدجاجة في موضوع العقوبات الإيرانية وفتح قنوات مالية مع الأوروبيين وتأتي هذه القضايا. لذلك يجب على الأوروبيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة للضغط الأكثر للوقوف أولا أمام هذه العمليات الإرهابية، وثانيا أمام الخروقات الإيرانية في موضوع الصواريخ البالستية وتدخلاتها في المنطقة. نعم أستاذ خطر، في باريس يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يعني نفى نفيا قاطعا تورط بلاده بهذه الأمور، دعا إلى الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، حذر من مؤامرة لإحداث شرخ بين أوروبا وإيران. هل تعتقد أن طهران بالإمكان أن تبيع موقف من هذا النوع لباريس ولجيرانها الأوروبيات؟ الأوساط الفرنسية المعنية تسخر من ذلك وتقول لا يمكن لإيران أن تبيعنا ما تتكلم عنه بأن هناك مؤامرة خارجية أو مؤامرة صهيونية أو مؤامرة داخل المعارضة الإيرانية. إذن باريس أخذت وقتها منذ 30 يونيو وتكلمت عن تحقيق طويل ودقيق ومفصل وعن وصولها إلى نتائج، وهذا تم بالفعل بالتنسيق مع ما تكلمت عنه، ليس فقط مع مثلث أوروبي بل أبعد من ذلك، النمسا معنية لأن أسد الله الأسدي موجود في النمسا ضمن السفارة الإيرانية هناك. إذن هناك تسلسل للخيوط وهناك كان انتظار وبلور الدلائل، وتم الطلب من المسؤولين الإيرانيين التعاون ورفضوا التعاون، وكان الرد على عدم التعاون عدم تعيين سفير فرنسي في إيران وترك هذا المنصب الدبلوماسي منصب شاغر. تستغرب الأوساط الفرنسية
أنه بينما تعمل باريس كل جهدها لإنقاذ الملف النووي الإيراني أو لإبقاء صلة ما بين أوروبا وإيران، تأتي هذه الخطوة لتضرب الجهود الفرنسية. وبالطبع هذا كان يستدعي على الأقل هذا الرد من باريس، لكن إذا لم يستكمل هذا الرد بعودة للتنسيق مع الولايات المتحدة في اتجاه احتواء كل هذا الخطر الإيراني، كما أن إيران ترسل الآن إذا ثبت ذلك بالتحقيق وكما تقول الأوساط الأوروبية القنابل ضد مهرجان للمعارضة، إذا عندها قوة صاروخية الآن تصل إلى 800 كيلومتر لكنها تخطط لقوة صاروخية أكبر، هذا يعني أن حتى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يمكن أن يهدد أوروبا. ولذلك هناك وجوب ليقظة أوروبية في هذا الموضوع، والمصالح النفعية أو المركنتلية إذا أخذنا حسابها فهناك الآن مبادلات آسيوية لإيران، وهناك مبادلات لإيران مع روسيا أكبر بكثير من مبادلاتها مع أوروبا. ومن هنا البعض في أوروبا الذي راهن كثيرا على إيران أخذ يستنتج خسارته، لأن هذا الرهان رهان خاسر، لأن الالتفاف على العقوبات الأمريكية صعب جدا، ولأن سلوك إيران في الأساس لم يتغير، وكان هذا الإثبات في عملية فيلبانت بالقرب من باريس. نعم سيد جيرمي، يعني بخصوص الموقف الإيراني الذي أعلن اليوم، المتحدث الإيراني دعا باريس إلى التحلي بالواقعية حيال إيران، قال إن بلاده تحذر من أعداء يسعون إلى تخريب العلاقات طويلة الأمد بين إيران وفرنسا ودول أوروبية مهمة، بينما الادعاء العام في فرنسا في ألمانيا في بلجيكا وصفوا هذا السلوك بالهجوم على نشاط للمعارضة الإيرانية يرقى إلى حد عمل إرهابي. نعم أكيد، والدولة الإيرانية والسلطات الإيرانية كانت مسؤولة عن عديد وسلسلة من العمليات الإرهابية خارج حدوده يعني خلال العقود الأخيرة، يعني نذكر العمليات التفجيرات التي حصلت يعني في بوينوس آيرس في دولة أرجنتينا يعني منذ 20 سنة تقريبا، قتل فيها تقريبا 90 شخص من الأصل الأرجنتيني. كذلك كان عديد من العمليات، ونذكر ايضا يعني في هنا في واشنطن دي سي منذ عدة سنين كان في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن دي سي الذي ايضا تم احباطها من قبل السلطات الامريكية. بالتأكيد ايران يعني معروف يعني خلال كل السنوات الاخيرة كأكثر دولة راعية للارهاب في العالم، على نفس المستوى من أي دولة ثانية التي ممكن نذكرها يعني في التاريخ. وكذلك يعني نستخدم كلمة الثلاثية كثيرا، يعني علينا نذكر كذلك يعني استعمال كلمة الثلاثية لوصف ما كان يسمى العدوان الثلاثي الذي قاموا بها دولة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على المواقع الإيرانية في سوريا يعني منذ وقت قصير. يعني ونذكر أيضا الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا. أنا أعتقد برأيي أن يعني هذه المحاولة ويعني استعمال العمليات الإرهابية خارج حدودها يعني هي أداء لدى إيران لتضغط على الدول التي تحدد مصالحها يعني في الشرق الأوسط مثل سوريا وعراق. وبالتأكيد إيران ترى أن دول مثل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية هي شريكة لإسرائيل وأمريكا يعني في الهجوم على المواقع الإيرانية في سوريا، فإيران ترد الجميل وتحاول أن تقوم بنفس العمليات يعني داخل الحدود الأوروبية. نعم دكتور حسن، يعني كل التقارير تشير إلى أن ما يحصل الآن سواء كان من مطالبة إيران بالإفراج عن الدبلوماسي وإصرار الدول الأوروبية الثلاث على محاكمته محاكمة عادلة، كل التقارير تشير إلى أن هذا المشهد سيكون له تداعيات في المستقبل القريب والمستقبل البعيد على العلاقات الفرنسية الإيرانية وعلى العلاقات الأوروبية الإيرانية. هل بالإمكان إضاءة هذه النقطة لو سمحت؟
نعم بالتأكيد ستكون تداعيات كبيرة على هذا الموضوع. يعني أول التأثير سيكون على الملف النووي وعلاقة إيران بالدول الأوروبية والملف النووي. أيضا ستكون تداعيات في موضوع تدخلات إيران في المنطقة، وخاصة في موضوع سوريا. يعني الآن ترون أن فرنسا تريد اصطفاف أكثر مع الولايات المتحدة في سوريا، وأيضا حتى مع تركيا. هناك الآن تبحث عن فتح قنوات مع تركيا وتعاون مع تركيا، وأيضا تعاون تركي أمريكي. لذلك هذا كله ينعكس على العلاقة الأوروبية بإيران. والآن يعني لا يمكن أن نقول هناك مؤامرة كما تقول إيران، أو يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الغضاء الألماني، الغضاء البلجيكي، النمساوي، الفرنسي أبدا لم يخضع إلى أي مؤامرة، لم يخضع إلى أي حركات مؤاربة. هذا ليس غضاء النظام الولي الفقيه الذي يأخذ أوامره من الولي الفقيه، هذا غضاء مستقل ويتحدث ويبحث في قضايا مستقلة، وهناك عملية إجرامية كشفت بهذا الشكل. لذلك أنا أعتقد ستكون لها تداعيات جدا كبيرة حتى على العراق وحتى على لبنان. نعم، أنتقل إلى باريس. أستاذ خطار، يعني في ضمن تفصيلات هذا الملف، كما جاء في ملف التحقيق، أن هناك اعترافات لإيراني وإيرانية بأنهما كلفا من قبل المتهم أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني، بتنفيذ وبتخطيط وتنفيذ هذا الهجوم، وقال إنه تسلما منه يعني ما يحتاجانه من أمور ذات صلة بالهجمات المماثلة. والقضاء البلجيكي مصر على تسلم هذا المتهم من ألمانيا التي وافقت، لكنها لم تحدد موعدا حتى الآن. كيف تعلق؟ يعني لم تحدد موعدا للتسليم. بالطبع تسارعت التحقيقات. نعم بالطبع تسارعت التحقيقات، يعني الإعلان الفرنسي أتى بعد موافقة المحكمة العليا في إحدى المدن الألمانية على تسليم أسد الله أسدي. أعتقد أنها مسألة وقت، سيسلم إلى بلجيكا وسيحاكم هناك. والاعترافات مهمة لأنها كشفت عن خيوط كان هناك دوما ظنون من قبل الأجهزة الأوروبية بدور هذا الدبلوماسي الأمني، ويبدو أيضا أن له تاريخ معين من التصرفات الخاطئة في عدة أماكن. ولذا الموضوع واضح أن هناك قرار صادر من السلطات في إيران باستهداف المعارضة. سبق لهم في باريس أن اغتالوا رئيس وزراء إيراني سابق هو شهبور بختيار، سبق لهم عبر عملائهم في منتصف الثمانينات من أن زرعوا الموت في شوارع باريس، لأن باريس كانت تساند العراق بين حرب العراق إيران. سبق لهم إذن ابتزاز فرنسا على أعلى مستوى، الآن يحاولون إعادة القارة. تتخذ فرنسا هذا الموقف، لكنهم بالطبع باعتقادي أن ذلك سيخرب أكثر العلاقات، لأن عامل الثقة سينهار. كان هناك عند البعض وهم بأن هناك راديكاليين وأقل راديكالية، وهناك الولي الفقيه والمرشد، وهناك الرئيس روحاني وظريف. الآن سيتضح أن هذا غير صحيح، أن هذا النظام متماسك، وأنه يستخدم هذه الأدوات الإرهابية في عمله. وهذا تطور قالت إيران لفترة أنها تخلت عنه، حاولت إيهام الإدارة الأمريكية السابقة والأوروبيين أنها تغيرت، الكل راهن على تغير سلوكها. عملية باريس بالذات تثبت أنه من الصعب تغيير سلوك هكذا أنظمة. نعم مشاهدينا الكرام، النصف الأول من برنامجنا لهذا اليوم الذي كان متعلقا بالملف الإيراني والتطورات الأخيرة في فرنسا من تجميد أموال لوزارة إيرانية ولشخصين آخرين، وقت هذا النصف انتهى. أود أن أشكر ضيفينا من باريس، خطار أبو دياب الباحث في معهد الجغرافيا السياسية في باريس، ومن واشنطن أيضا الدكتور حسن هاشميان الكاتب والباحث الإيراني. بعد الفاصل سننتقل إلى ملف آخر
أرجو التفضل بالبقاء معنا. باتت مسألة اغتيال النساء وخاصة الناشطات منهن باتت في العراق ظاهرة تحير المراقبين، إذ لا يزال الفاعل في معظم هذه الحوادث مجهولا. فمن يا ترى يقف وراء هذا المسلسل؟ وأي نوع من أنواع التطرف يمثل؟ ثم لماذا ظلت التحقيقات غامضة النتائج وبلا مواقف حاسمة حتى الآن؟ محاور نناقشها في النصف الثاني من ساعة حرة مع ضيوفنا من بغداد عبر سكايب هنا أدور الناشطة في حقوق الإنسان والمساواة، وفاضل أبو رغيف المحلل السياسي والأمني، ومن عمان شيماء قاسم ملكة جمال العراق للعام 2015. أرحب أولا بضيفتنا هناء أدور الناشطة في حقوق الإنسان والمساواة. أستاذ هناء أهلا بك إلى حلقتنا هذه من ساعة حرة لهذا اليوم. يعني كيف تقرأين ما يحصل؟ لماذا هذا الاستهداف لناشطات في المجال المدني، في مجال الأناقة والتجميل، في مجال عرض الأزياء؟ لماذا؟ مرحبا بك وبضيوفك الكرام. أود أن أقول أن النساء هم الحلقة يعني السهلة لعمليات إجرامية تجري في بلدنا منذ 15 سنة، والنساء ليس لديهن أي حماية، ليس لديهن أي يعني سياج ممكن يحيط بهن. وأيضا إحنا شاهدنا خلال السنوات الماضية العديد من هؤلاء النساء قتلن بدم بارد، وأكثر من ذلك إحنا اليوم نشاهد أيضا أن النساء هي ضحية لنزاعات عشائرية وتهدى كفصول، يعني توضع كحلول للفصول العشائرية باسم الفصلية وبأسماء بتقاليد عشائرية أخرى. يعني وجود المرأة بالحياة العامة باعتقادنا وبروزها خلال الفترة الماضية بعد تحرير العراق من داعش، وظهور المرأة بشكل متنوع في مختلف المجالات، لا سيما مجالات التجميل، لا سيما مجالات سيدة أعمال، لا سيما مجالات كناشطة مدنية، كصاحبة منظمات مجتمع مدني، كعارضة أزياء، هذه قضايا يعني تدلل على أن عوامل الاستقرار في العراق بدأت تظهر بشكل جميل. وهذه القضية يعني أصبحت مثار التطور بالنسبة لكثير من الشابات في المشاركة وبالمساهمة بشكل فاعل. فأنا أعتقد عناصر الظلام لا تتحمل مثل ذلك، لا تتحمل أن الاستقرار ممكن أن يسود في هذا البلد. ستناء لو أردنا آسف للمقاطعة، يعني لو أردنا تسليط الضوء على ما أسميتيه عناصر الظلام، هل بالإمكان فتح هذه العبارة لو سمحتي؟ هل هي قوى سياسية؟ هل هي قوى دينية متطرفة؟ يعني ما هي هوية هذه العناصر الظلامية؟ يعني نحن نستطيع أن نقول أن العراق منذ 15 عاماً لم تتحقق فيه عناصر الدولة أو أجهزة الدولة أن تأخذ مفعولها، لا سيما الجانب الأمني ولا سيما جانب العدالة. لا تزال هذه الأجهزة ضعيفة. أضف إلى ذلك أن الفساد المنخور في أجهزة الدولة يفعل مفعولة أيضا، ووجود يعني جماعات مسلحة منتشرة ذات نفوذ واسع، ووجود عصابات الجريمة المنظمة اللي أيضا متغلغلة في كثير من الأحيان، وأيضا يعني نشهد كثير من المآسي بجرائم مروعة.
إضافة إلى ذلك مثل ما ذكرت أن غياب سلطة العدالة، غياب أيضا نفوذ العشائر، تزايد نفوذ العشائر والحلول العشائرية بدل أن تكون هناك حلول لفرض القانون وفرض الأمن بسلطات الدولة. هذه القضايا كلها لعبت دور في أن تكون الحلقة الضعيفة المرأة، اللي هي يجب أن تكون عنصر أساسي للاستقرار المجتمعي وللتمدن الاجتماعي المجتمعي، هنا هي أصبحت هدف مبرمج من قبل كل هذه العناصر. هذه العناصر لا يهم، لا تريد أن تكون هناك دولة بالمعنى أن القانون ينطبق على الجميع. انتشار السلاح، انتشار أيضا العنف السائد خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، وجود الأدوات السلاح المنتشر أيضا بأيادي متنوعة، ووجود أيضا الفساد اللي منتشر، فساد مالي، فساد أخلاقي، فساد اجتماعي، فساد إداري، هذا كله لعب دور في غياب الأمن المجتمعي للمواطن العراقي، ولا سيما النساء هي الضحية ضمن هذا فقدان الأمن المجتمعي. نعم، أيضا أرحب من عمان بشيماء قاسم، ملكة جمال العراق للعام 2015. شيماء، باختصار كيف تتحدثين عن تجربة انتخابك ملكة لجمال العراق في ظروف من هذا النوع؟ هل كانت طبيعية؟ هل شعرت بخوف؟ هل تعرضت لتهديدات؟ ضعينا في صورة ما حصل لو سمحتي. نعم، أول شيء أرحب بك وأرحب بالضيوف الموجودين معنا، وبداية أنه أنا أعزي كل العوائل العراقية بشهداء العراق اللي فقدناهم منذ 15 سنة ولحد الآن مستمر شلال الدم بالعراق. تجربة ملكة جمال كانت مثل الحلم، أن بنية كانت عندها فريق تطوعي كانت حابة أنه تنمي وتطور منه أكثر، فهذا كان حلمي أنه أنا أساعد بلدي، أنه أساعد الناس، أكون قريبة من الناس من خلال هذا اللقب اللي راح يخليني أنه أكون معروفة أكثر، أنه أنا أجيب دعم للعوائل الفقيرة، فكان هذا هدفي من اللقب. دخلت العالم الشهرة وعالم ملكات الجمال، لكن للأسف أول تهديد اللي تلقيته من التنظيم، لأنه أنا كنت مخالفة للعادات والتقاليد الإسلامية حسب ما يقولون، بأنه بالدين الإسلامي أنه يمنع أن تكون مرأة بدون حجاب وإلى آخره، فتعرضت لهذا التهديد. كنت أنا من محافظة كركوك، فكانت محافظة كركوك بها تنظيم داعش، فلذلك اضطرت أنه أنا غادرت إلى بغداد. فحسيت انه ببغداد انه الحياه راح تكون احلى، انه انا راح اساعد ناس اكثر، انه انا بالعاصمه راح اكون محميه اكثر، لكن للاسف تشوفون انه الناشطه معرضه للقتل، الاعلاميه معرضه للقتل، ملكه جمال معرضه للقتل. شفنا انه بالاونه الاخيره الاغتيالات والحوادث اللي بدات تصير، والجيوش الالكترونيه اللي بدات تهدد المشاهير وبدات انه ترسل عبارات تهديد انه الاسم الفلاني انه هو ضحيه يوم الخميس. يوم الخميس اصبح عند العراقيين انه هو يوم مشؤوم، انه يتوفون به المشاهير العناصر المؤثره بالمجتمع. واللي احنا دا نشوفه اكثر شيء انه ينفتح تحقيق، وايضا تذهب الجثه الى الطب العدلي، لكن الطب العدلي يتكتم على نتائج التحليل مثل ما حدث مع الدكتور رفيف الياسري، انه المقر انه هو بعد 10 ايام من الحادثه انه تظهر نتائج الطب العدلي، واليوم احنا انه 56 يوم والنتيجه مجهوله. فاحنا نريد ليش هذا الضباب على هيك قضايا؟ ليش انه اكو غموض؟ ليش ما انه مثلا الجهات الامنيه انه تصرح ما سبب الوفاه؟ من الجهه اللي تقف خلف هذا الامر؟ ليش ما تطمن الشعب؟ ليش الشعب ما يكون على علم بما يحصل او ما يدور في المجتمع، انه حتى يطمئن؟ لانه هسه الاعلاميات بالعراق، يعني انا زميلاتي الاعلاميات اللي حاليا متواجدات ببغداد، يعني يقولون انه مثلا احنا من نطلع بالشارع اي سياره توقف جنبنا نقول انه هذا راح يسحب سلاحه ويقتلنا. طب هاي الاسلحه الغير مرخصه المنتشره بصوره كبيره، انه ياهل اجى قدر يقتل بدم بارد، يعني هاي تعتبر انه تسيب، انه الساعه 4 العصر بوضح النهار انه بنت شابه عمرها 22 سنه تنقتل ووسط بغداد. طب وين القوات الامنيه؟ وين الدوله؟ يعني احنا كمشاهير المفروض انه توفر لنا حمايه، انه تكون الدوله موفره لنا حمايه، انه نكون احنا حالنا حال اي بشر، انه نمشي ونعيش حياتنا بسلام ووئام. شنو الاسباب اللي خلتنا انه احنا كل شخص حاليا كل الاعلاميين الموجودين ببغداد غادروا العراق؟
الكل. نعم بالتأكيد سأعود إليك شيماء، ولكن دعيني أنقل بعض الأسئلة التي تفضلت بالإشارة إليها إلى ضيفنا من بغداد فاضل أبو رغيف المحلل السياسي والأمني. يعني سمعت الأريسة شيماء تتحدث عن حرية تنتهك بهذه الطريقة البشعة، قتل، تصفية، وما يزيدها سوءا أنه يعني حتى التحقيقات لا أحد يعلم النتائج. تتساءل لماذا بعد 10 أيام من تحاليل وتشريع في الطب العدلي للدكتورة رفيف ولم يحصل أي موقف واضح من الأجهزة الأمنية والتحقيقية والقضائية؟ باختصار لو سمحت. نعم بدأت تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفتك الكريمين عبر الأثير. يعني أستاذ محمد، أولا الجرائم التي وقعت في الآونة الأخيرة ليست كلها جرائم منظمة، الجريمة المنظمة في العراق لا توجد. الكثير من الجرائم التي تقع جرائم إما يعني يتم التستر عليها من خلال عمليات يعني قتل غسيل عار أيضا ويتم التستر عليه، وإما اغتيالات يتم الكشف عن نقاب اغتيالات ذات طابع جنائي وليس ذات طابع سياسي. أغلب تلك العمليات القتل الجنائية التي وقعت تم كشف النقاب عنها، لكن المؤلم إلى المغدورة المظلومة يعني ابنتنا تارة فارس، ما وقع هو مؤلم، وننتظر النتائج والنتائج التحقيقية ما ستسفر عنها وما ستقول. يعني مثلا خذ مثلا أستاذ محمد، هناك بعض عمليات الخطف التي يتم الإبلاغ عنها، هذه ليست عمليات خطف. يعني مثلا واحدة من هالحالات هروب بعض الفتيات من 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 يعني من 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 عوائلهن، وبدأنا يعملن في بعض الكوفي شوبهات وتبدأ العائلة بالتبليغ على أنها. لكن أستاذ فاضل يعني لو سمحت لي، يعني يجري الحديث عن ناشطات، عن مشاهير، عن شخصيات لامعة معروفة في المجتمع، يعني خبيرتي تجميل ناشطة مدنية في البصرة، ملكة جمال، يعني هؤلاء لم يتركوا عوائلهم وطلعوا يشتغلوا بكيفهم. لا أنا ما أتكلم عن هؤلاء، هؤلاء مثلا خذ مثلا نحن نتكلم عن هؤلاء إذن. الدكتورة نعم الدكتورة رفيف، الدكتورة يعني أولا هي شخصية اجتماعية، ولطالما قدمت ما قدمت للفقراء والمعوزين، وطالما قامت بعمليات مجانية. والدكتورة في يعني هناك ذويها وهناك مدعون بالحق الشخصي، هم الأولى وهم الأفضل بالكشف عن نقاب، يعني عن يعني هذه أسرار عائلية وأسرار شخصية، هم يعني هم المخولون بضرورة الكشف أم عدم الكشف من ذلك. وهي قد قدمت للشعب العراقي ومن يعني فئات وشرائح مهمة من الشعب العراقي قامت بمساعدتها. أتكلم عن أخرى أيضا، أخرى خبيرة تجميل، هذه يعني ماتت أعتقد أنها وفاة طبيعية. يعني هذه يعني عملية استثمار الأزمة، بعض الناشطات استثمرنا هذه الأزمة بطريقة حقيقة نوعا ما فيها شبهات. خذ مثلا أحد الناشطات المعروفات، لا أريد أن أتكلم عن اسمها، معروف اسمها، يعني ادعت أنها قد خطفت من أجل استحصال فيزا ولجوء إنساني وسياسي إلى أحد الدول الأوروبية وهي الآن تستقر فيه. أنا لا أحاول أن أبرر ما وقع إلى الناشطات، واضح جدا لا يظلمنا وليست آخرهن المرحومة المظلومة تارة فارس. نعم نأخذ فاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متمنيا على ضيوف التكثيف والاختصار قدر المستطاع، وأبدأ من الاستوديو مع ضيفنا جيريمي. يعني كما تحدثت السيدة هنا أدوار، هناك تطرف عشائري، هناك تطرف ديني، هناك تطرف ربما سياسي، أو يجري تسييس التطرف العشائري والديني، كيف تعلق على هذه الظاهرة؟
بالتأكيد أنا أعتقد أن يعني هناك انفلات أمني وشيء من الفوضى الذي الذي يسير ويجري في العراق يعني بشكل عام، وهناك عديد من العناصر سواء من المتطرفين أو العناصر العشائرية المسلحة تحاول أن تستغل يعني هذا الانفلات الأمني والضبابية التي تجري في الساحة الآن لكي تحقق شيء أو إنجاز ممكن يخدم مصلحته يعني بطريقة أو بأخرى. فمع الأسف الشديد يعني هذا الانفلات الأمني والفوضى في العراق هو الذي كان يتسبب يعني في ظهور تنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل داعش، فكنا يعني كلنا يعني نأمل يعني بعد هزيمة داعش يعني مثل هذه الأشياء يعني ستبطل أو ستتوقف يعني في دولة العراق، ولكن يعني كما نرى يعني هي لا زالت موجودة في الساحة. نعم سيدة هنا، كيف تعلقين على ما ورد في كلام المحلل السياسي والأمني الأستاذ فاضل أبو رغيف؟ يعني تعليق بسيط أولا ثم ندخل في محور آخر. يعني أنا أستطيع أن أقول لماذا يوم الخميس إذا لم بالضبط. تكن القضية ممنهجة وأيضا عناصر محددة تلعب دورها في هذه العمليات. يعني أيضا ما يهدد به ليس فقط هؤلاء الأربعة الضحايا المغدورين، وإنما هناك عدد من الناشطات أيضا هددوا خلال هذه الفترة وأبلغنا عن ذلك. يعني ما هو دور أجهزة الأمن؟ الدستور العراقي يؤكد على حق المواطن في الحياة وفي الأمن وفي الحرية، ويؤكد أيضا الحق في الخصوصية في الحياة الخاصة. هذا مجهول في العراق اليوم للأسف الشديد بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وضعف العدالة. يعني الإفلات من العقوبة أصبحت سائدة في العراق، كم من الجرائم ارتكبت وأذل الستار عنها، والنساء هذه الضحايا ليس لهن من يستطيع أن يعني شو تسميها الحلقة الأضعف في هذا والمستهدفة بهذا الشكل في هز المجتمع العراقي. لا سيما احنا كنا نطمح الى الاستقرار، الى الامن المجتمعي، الى اعاده البناء بصفحه جديده لتصفيه مظاهر التطرف والارهاب وتصفيه كل انواع العنف في المجتمع وسيطره وحصر السلاح بيد الدوله. هذا لحد الان مفقود، لان الفساد اللي يسود في كل اجزاء المجتمع هذه قضية اللي هي مقلقة وجدا بالنسبة لنا صعبة. أضف إلى ذلك أن التصريحات الغامضة لأجهزة الأمن فيما يخص مثلا مو فقط رفيف، وإنما حتى رفيف مثلا قيل أنها جرعة دوائية زائدة. كيف ممكن تكون دكتورة لها كل التفاصيل بالأدوية ولها كل المعرفة أن تتناول جرعة زائدة؟ يعني لماذا التصريح أنه يقول السيد فاضل أن القضية متعلقة بأهل عائلة الدكتورة نفسها اللي هم يجب أن يكشفوا؟ كيف هم يجب أن يكشفوا؟ هي شخصية عامة يجب أن تكون هناك شفافية في مقتل شخصية عامة، سيدة أعمال لها نشاطها ولها نفوذها الإنساني ولها أيضا يعني تأثيرها في الوسط المجتمع العراقي. نعم. السيدة سعاد العلي بعد اغتيالها أيضا من الشرطة في البصرة صرح أنها القضية جنائية، أن طليقها هو المتهم بارتكاب هذه الجريمة. نعم. وحينما حققنا بالأمر مع عائلتها مع العشيرة، هناك صرحوا العشيرة أن هذا ليس له صحة واستنكروا هذا جدا. الأمر من قبل الشرطة. واضح جدا. يجب أن نعم أنسة شيماء، يعني سمعت ما قالته السيدة هنا أنه أيام الخميس، ليالي الخميس على الجمعة هي الخيارات الأفضل يبدو لممارسة هذا العنف وهذا الإرهاب ضد المرأة وضد الناشطات. برأيك لماذا الخميس؟ هل لديك جواب ولو باختصار لماذا الخميس؟ هل ناقشتم هذا الأمور فيما بينكم كناشطات؟ طبعا أنا بداية أنه أنا أتفق ويا كلام الست هناء بما
تحدثت بخصوصها أنه هي شخصية عامة وأصبحت قضية رأي عام، أنه المفروض أنه الشعب العراقي يعرف أنه ليش وشنو النتائج التحقيق، لأنه السلطات الأمنية هي وعدت الشعب العراقي أنه نتائج الطب العدلي راح تظهر في كذا كذا يوم. فهذا الموضوع. أما يوم الخميس هو أصبح أنه يوم مرعب للعراقيين، لأن مثل ما نعرف إحنا يوم الخميس يعني كعوائل عراقية أنه متخذين أنه يوم راحة، يوم أنه إحنا نطلع نمارس حياتنا بصورة طبيعية. لكن هسه للأسف اللي صار أنه أصبح يوم الخميس هو يوم دامي، ونشوف أنه كل الأحداث تشكلت وصارت بيوم الخميس، بما معنى أنه هذه هي جرائم منظمة، لأنه بنفس اليوم وفترات زمنية متقاربة جدا. طبعا أنا حابة أعلق على كلام الأستاذ أنه باختصار إنه هي كانت مو منظمة. طب الطبيب اللي انقتل قبل فترة انه بعملية اغتيال مشابهة لقتل تارا فارس، ايضا رصاصات، وانه الشاب كان مخلص دوامه وطالع بالشارع وشفنا انه تعرض لاطلاق ناري، وايضا الناشطة المدنية في محافظة البصرة. يعني أحداث الاغتيالات متشابهة، بالإضافة لهذا أنه التكتم مثل ما قلنا على نتائج الطب العدلي، بالإضافة لهذا فتح قضايا وتحقيقات، ولكن أنه بعد فترة الناس تبدي تنسى هذه الشخصية وتلتهي بشخصية أخرى. نعم. فهذا المسلسل مستمر ما عدا التهديدات اللي طيب أنا شيماء باختصار جدا يعني وعارضات الأزياء والآخرين. آسف جدا، أنت مقيمة في عمان، سترجعين إلى بغداد أم عمان محطة لبلد آخر؟ باختصار جدا تفكرين مثلا بترك المنطقة مثلا لهجرة؟ نعم، أنا كبنية دخلت حاليا بمجال الإعلام، للأسف أنه تعرضت كثير لكثير من التهديدات، فأشوف أنه أنا يعني أحب بلدي وأعتز ببلدي، وأنا يعني كل جمهور يعرف أنه أنا شقد معتز ببلدي رغم الأذية والتهديدات اللي تعرضتها من 2015 ولحد هذه السنة. للأسف أنه أنا دا عايش ببلد سابقا كانت المرأة مسلوبة حريتها، الآن المرأة صارت مسلوبة حتى حياتها، أبسط حقوقها أنه هي ما تقدر أنه تمارس حياتها بصورة اعتيادية. أنا للأسف دا أعيش ببلد أنه ما موفر للأمان، أنا دا أعيش ببلد أنه ما بي إنسانية حاليا على القتل والجرائم اللي دا نشوفها. فأنا كشابة أنه أنا يعني عندي كثير من الأحلام وعندي كثير من الطموحات اللي أنا أحب أحققها، ما أحب أنه ما أحب مصيري يكون مثل زميلاتي اللي فقدوا حياتهم. نعم. للأسف فقررت أنه أجي لعمان وأقيم وأروح لجوء لدولة أخرى أنه بها إنسانية تحترم المرأة تحترم الإنسان، يكون طيب أرخص شيء به هو روح الإنسان. للأسف أنه بالعراق صار أرخص شيء هو دم المواطن العراقي للأسف. نعم. أستاذ فاضل بدقيقة ونصف لو سمحت، يعني السيدة هناء كان لديها ملاحظات حول حديثك السابق، ماذا تقول بدقيقة ونصف لو سمحت؟ السيدة المغدورة المظلومة السيدة رفيف الياسري هي من أسرة كريمة ومن أسرة علوية هاشمية طيبة جدا ذات أعراق معروفة وأصيلة في العراق. في القانون يحق لذوي الضحايا الطلب من السلطات بعدم الكشف عن نتائج أي تحقيق وأي نتائج. أعتقد أن ما جرى للطبيب ولغيره هي عمليات غير منظمة. نعم. وأنا شخصت منذ البدء قلت هناك تصدير لأي أزمة، يعني هناك ثلاث ناشطات فبركا عملية خطف في سبيل أن يكون هناك خروج وطلب لجوء، وهذا واضح جدا وجلي، لكن هذا لا يمنع أن هناك وقوع جريمة، وهذه الجريمة طالت مهضومات ومظلومات من يعني من أبناء وطننا، وشخصية مجتمعية. نعم. معروفة وقت البرنامج المظلومة. آسف لمقاطعتك. نعم. أستاذ فاضل وقت البرنامج انتهى، أود أن أشكر ضيوفنا من بغداد عبر سكايب هناء أدور الناشطة في حقوق الإنسان والمساواة، ومن بغداد أيضا فاضل أبو رغيف المحلل السياسي والأمني، ومن عمان الأنسة شيماء قاسم ملكة جمال العراق للعام 2015، ومعنا في الاستوديو جيرمي هوج الخبير في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لكم وفي أمان الله.